ديال المساهمة الرابعة ديالي في المهرجان. هذه الدورة هذه 44 عندها واحد الخصوصية مهمة، فكاين واحد الحركية بعد الركود المهرجان وبعد الأمورات اللي كانت تاز، فالحيوية رجعت يعني المجال الإبداعي، والمشاركة المشاركة ديالي في المهرجان فيها جدارية مع الفنانين التشكيلي المغاربة ومجموعة من المحترفات ديال الحفر وديال في الجرافيك إن شاء الله في الأسبوع المقبل، إضافة للندوات ديال النقد التشكيلي وكل ما يهم المجال البصري. وفي الدورة هذه تحت لي الفرصة أنني نشارك مع فنانين في جداريات ديال أصيلة، وهذه كانت أول مشاركة لي. كنت ديجا شاركت في المعارض مع الفنانين، وكنت نظمت ورشات مع الأطفال، ولكن هذا العام كانت نكهة ديالو شوية مبدلة حيث حصل لي الشرف باش ندير جدارية في مدينتي. وانا جد سعيده بهذه المشاركه هذه، وفي الجداريه ديالي مستوحاه من مدينه اصيله، من الطبيعه والبحر وكذلك المرجان. قريت في البوزار تاع تطوان. صراحه انا جد سعيده نكون مشاركه في هذا المهرجان ديال اصيله اللي كيكون كل عام في الموسم ديالو 44، مشاركه بهذه الجداريه ديالي اللي كان لي كما كتشوفوا لاندسكيب بحال قلتي، منظر ديال لوريزون ديال الملتقى تاع البحر والسماء، وداخل فيها حتى البحر لتحت. كما معروف بلي اصيله في هذا الوقيته في العام وفي الصيف كتكون محل ديال كيجيو الزوار من جميع انحاء العالم، ودرت لهم هذا الجداريه باش يتعبر اكثر على المدينه وعلى الروح ديال المدينه وكلشي مجموع. Je suis très content de faire partie de cet événement qui aura lieu chaque année, de cette édition 2023. J'ai le plaisir de réaliser cette fresque murale, de faire partie de cet événement et de réaliser cette fresque murale dans cette ville très très belle. Donc voilà, l'œuvre que j'ai réalisée est purement inspirée de cette ville, de cette architecture de l'ancienne Médina, de ces éclats de lumière, de ces couleurs vives, et voilà, c'est ça. اليوم انطلقت الجداريات ديال الأطفال مباشرة مع الجداريات ديال الكبار. انطلقت المهم انطلقنا نهار 3 في الشهر، ولكن عملنا لي كروكي داخل الورشه، ودابا بدينا في التنفيذ ديال الكروكي اللي عندنا اللي هو الحفاظ على الماء. حاولوا الاطفال يعملوا اعمال متميزه ان شاء الله تكون. واليوم بدينا بهاد الورشه ديال الجداريات، الاعمال بقى في طور الانجاز، دابا اخر الاسبوع تكون واجده ان شاء الله، كلشي واجد. وكاينين شاركوا عندنا 8 ديال اللوحات، يشاركوا فيها تقريبا كل لوحه كيشاركوا فيها جوج ثلاثه الاطفال، وعملنا واحد الجانب فيه مقسم باش يحاولوا يشاركوا الاطفال اكثر ديال الاطفال في الجداريه. ومن بعد عندنا الورشه ديال الرسم اللي غتكون متوازيه هي مع الورشه ديال الفنانين الكبار داخل قصر ديال الثقافه. تنظم مؤسسة منتدى أصيلة ككل سنة موسم أصيلة الثقافي الدولي. هذه السنة نصل إلى الدورة 44، وكما حدث في السنتين أو في مواسم السابقين تم تقسيم الموسم إلى دورتين، دورة صيفية ودورة خريفية. نحن الآن نفتتح الدورة الصيفية والتي تخصص بشكل كبير للفنون التشكيلية، حيث انطلقت يوم 4 يوليوز فعاليات الرسم أو صباغة على
جداريات المدينة مشاركة 13 فنانا من المغرب وكذلك الأطفال مدينة أصيلة الذين يشاركون بجداريتهم. ويتضمن برنامج هذه الدورة كذلك معارض خصوصا في رواق مركز حسن الثاني، يحتضن معرض للفنانة نرجس الجباري والفنان محمد العنزاوي ومعرض للأطفال مواهب موسم. ثم في قصر الثقافة هناك معرض للفنان معاذ الجباري، وفي رواق أو ديوان قصر الثقافة هناك معرض للفنان الزيلاشيين الشباب. هذه السنة سيتم تنظيم كذلك خلال الفترة الثانية من الدورة الصيفية انطلاقا من يوم 10 مشاغل الفنون ومشاغل الصباغة والحفر والليثوغرافيا أو الطباعة الحجرية، وكذلك مشاغل مرسم الطفل. علاوة على ذلك هناك تنظيم ندوتين حول الفن التشكيلي في المغرب من حيث المسألة النقدية وكذلك المسألة الثقافية في المغرب، وسيتم تكريم الفنان المغربي عبد الكبير ربيع. وكما جرت العادة في كل موسم هناك مشغل للتعبير الأدبي للأطفال سيتم تنظيمه خلال هذه الفترة بمكتبة الأمير بندر.